حبايبنا السلام عليكم، لسه جايه طبعا من السوق، سوق امبابه، وشفت الفيديو بتاع السوق. عندي بقى كم طاجن كده هعملهم النهارده زي تيست كده عشان يشوفوه، عشان نمشي عليهم نزودهم في المنيو. كوارع وعكاوي وحاجات بقى كده واغراض واشياء ومحتاجات، فجهزهم بقى، يلا نجهزهم مع بعض. بس اول حاجه عندي محشي عشين، وعندي جلاش هعمله، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. يوم طويل. هي اول حاجه ده الكوارع جبتها من عند ابو عمير من السوق اهي، تغسل بقى وتتسلق عشان الكوارع اول حاجه اكتر حاجه هتاخد وقت. ودي عكاوي اللي هي الديل، جايباها من عندي من البيت، تفك بس ونفصلها من بعضها نبدا نشوف هنعمل ايه. ده نخاع، نخاع العظم، وده بصل، دي جبنه عشان هعمل صاج جلاش بتاع امبارح اهي، جلاش هنا بس بيجمد اهو. وفي لحمه بس لسه طبعا هي تفك في الفريزر، فنشوف بقى هنعمل ايه دول وبعد كده نشوف بقى. شلناها كام يوم في التلاجة، انا كنت مشيت سابها تكمل سواها. انا بنشوف كده بقى، نديها شويه بس وشويه فلفل اسود فوق البصل، ملح وفلفل اسود. البصل يفضل يدي اللون البني عشان يدينا لون حلو اللحمه بالبصل، من غير ما نحط اي شوكات عليها خارجيه ولا سكر ولا دي الجاز. هجيبها بوتش سكر بس مقلب شويه. هات لي شويه سكر يا ايه. لا عندك كوبايه سكر.
عايزه معلقه بس معلقه صغيره. هتلاقي بوله بيضه كده اللي هي بتاعت الشرب. في عندك بوله مليانه سكر على طول. هنقلب بقى كويس. عايزنا نجيب السكر اهي. معلقه سكر بقى اهي. بس كفايه كده. البصل دلت معانا اهي. حط اللحمه بقى. واسيبهم بقى مع بعض لحد ما يستوي خالص. ممكن ازود لها نص كوبايه ميه بس مش دلوقتي، فيما بعد يعني. حمروا الاول بقى الشوربه. بسم الله. شلنا بقى اللحمة على جنب سيبها تستوي براحتها. هعمل البامية، جبت حتة سمنة زبدة اهي، بصلها تتشوح، حطيها قرن فلفل ومعلقة توم اهي، النبي يا شباب اديني كيس البامية ده الله يخليك. لما ريحتهم تطلع بحط البامية معاهم تتلف كده لفة حلوة. احنا بقى منعينا ومفرزينه. طبعا هناخد طبق يا سيدي، انت تبقي عارفه من دلوقتي. اه في طبق فيليه عندك يا يوسف، هات حته. طبق فيليه عندك؟ ايوه الطبق. هات الطبق بحاله، ما تمسكش حاجه بايدك. اما اللي هي الدايره بنستعملها في حاجه ثانيه، نعمل طبق مقاصي بس ايه بعد ما نخلص كله ده. بقى شويه فلفل اسود. البانيه دايما بعمل لها بحط لها فلفل وملح بس، ما بحطلهاش بهارات، بحتفظ بالبهارات اللي في الحاجه. ايوه هي ملح وفلفل بس، البهارات اصلا ما غلط عمامه. لا لا لا، هي البانيه ملح وفلفل بس. عشان بقى نرجع الطعم بتاع زمان. نسيبها ايه؟ 5 دقايق بقى نقلب فيها كده، وبعد كده نشوفها نحطها في الطماطم. البانيه اتشوحت حلوه كده اهي، معلقتين صلصه. انا بقى ايه؟ مش هحط لها ميه. انا هاخد صوص من نجم العكاوي وحتتين عكاوي واحطهم فيها. بص بقى اعملي حسابي يا سيدي. انا هشوف ايه ان شاء الله. انت بتعملي ده من كل حاجه كده عشان اعمل الكيس. انا ما بعملش حاجه. كفايه كده كام حته دول اهو. ده شويه ميه صغيره نحطيها بقى ونسيبها ايه تستوي براحتها. هنملح بس في الاخر. كاو جاهزه معانا، هحطها في الطاجن بقى اهي. شوية صوص كده
بصوا كده اهو، عايزين ليمون، عايز ليمون هنا في الاخضر، ادي الليمون وهتخش الفرن على كده. ده اول واحد اهو جاهز، نحط له بس شويه صوص كمان، مش عايزين بس نغطي ورق العنب فاكر. ده كده جاهز يخش الفرن هو ده. اما العكاوي الباقيه دي هروح احطها فوق البانيه، الحتتين باقيين اهم وحطهم فوق البانيه. ده كده تمام، يلا بالمره نجهز الكوارع عشان نحط ورق العنب بالفرن. طبعا ده مش هيكفي، عايزين حبه كمان، حط لنا حبه ورق عنب كمان. جهز بقى الكوارع، حته زبده اهي او سمنه وطحنها ناعمة بس ما تقطعش. حلو كده، قرن فلفل اخضر كده بقى تتشوحه، ما بنحمرهاش، تدبل بس، ان كده كده هم هيكملوا سوا في الفرن. تدبل بس الفاصوليا هناك، قرن فلفل عادي ممكن بقى تحطوا سبايسي زي ما تحب، ما تاكلش حاجات، ما تاكلش حاجات عشان اقعد اعمل تيست فوق انا وكريم. قول خلاص، هو الفلفل هنا فيه اخضر خلاص، ما تجيبش خلاص، هو فيه شويه كريم فيه الوان كده اهو، وما نكترش برضه. ملح الكوارع مع فص ثوم كده حلو، مهاراتنا بقى ايه يا ولاد؟ شويه فلفل شوية كزبرة صغيرين اهو، شوية ملح ما نكفرش لأن الكوارع فيها ملح فاكر، رشة بابريكا صغيرة كده كله مع بعض اهو. البابريكا دي ولا دم الغزالة؟ حمرا من الغزالة بسم الله. الغلب ده كنت بعمل شعري بقى زي ما هيك، مديني اللون ده. هتلاقي الزبدة زملاء معلقة زيت. بص بقى ايه؟ كوارع عليه. حبة ليا طبعا. ونقلب بقى. نحط معاهم كده مع بعض. ده لما الجو حر رجع وقف فينا. اديها الاول شويه شوربه الكوارع، نص كبشه كده ده كله بقى ايه. الافضل ورق العنب يكون ني، خد بالك يستووا مع بعض في الفرن، بس بما ان ورق العنب ما لحقوش ني كانوا صابوه، فاخدت بقى مستوي غلوه بقى ونحطهم حبتين فوق الفرن. الله الله على الجمال، حط التومه ليا بقى في الاخر. انا بعت اشتري لكم مايك عشان الصوت، بس ماشي حالكم النهارده بقى وكده. يلا بقى ايه، انا هناك يا والله بجد والله مطبخ طلع ريحه لما شفت المطبخ. بس خش الفرن على كده وبكمل.
فلفل اخضر مع ثوم ني وليمونه عصرها. شوف بس البذره خلصت. مين اللي عصر لك الليمون بالبذره كده؟ امي. امي جت من بيتها عصرتها. بس الله 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 الجمال ده. بس يا بقى ايه دخل الطبق في الفرن؟ انت حاسه ان بقك جوه الحل. خلاص بطني جاهزه. اللحمه استوت وكله استوى. انا بقى ايه ندخلها الفرن؟ عظميه بالعكا وحط العكويه هيك هاي كيف عشان تاكل هيضايقوك في البصل هيضايقني هاخده من بره. بصوا بقى اللحم البصل اهي كله بقى على الفرن كده. اطلع بقى اقعد فوق هما ما يستووا طلعوا لي فوق مع الرز بشعير اللي انا لسه عاملاه اللي انا لسه ايه عاملاه مش اللي انتوا عاملينه. هو هيطلع ناقص شويه الطاجن ده؟ لا الرز مش عارف يطلع ناقص شويه. لا ما تنقصيش عشان في ناس هتاكل معانا فوق. خساره خساره فينا؟ لا خساره ليا. خشوا بقى ايه الفرن كله. الصلاة على النبي شفت لي يا وزن. عشان معايا قوة طيب و...